اللاعبين المشاركين من كلا الفريقين، وابدا مع نادي ندوة العماني اللاعب سالم الحسني، احد لاعبين نادي ندوة العماني وبالتحديد اللاعب بيان مازيفيتش لاعب ندوة العماني بحاول يختبر دفاع نادي السد الرياضي وبحاول يدخل وفعلا نقطتين، ايضا نقطتين، هجمه مرتده حلوه يسجل منها نقطتين مالكم مالك على طول، وخطا لصالحه كانت واضحه، خطا لصالحه مالكم مالك يصوب بالنقطتين. شوف مره ثانيه مثل ما ذكرت سابقا الكره ستكون لصالح نادي ندوة العماني من منتصف الملعب وبدايه الفتره الثانيه من الحد النهائي، وترجع الكره لصالح نادي السد الحد النهائي. شوف مره ثانيه من اللاعب ريان بيزوفيتش الى اللاعب رقم 4 من الجمهور، ولكن انقلبت المشي بالكره، انقلبت المشي بالكره. شوف مره ثانيه 10 مع الكره 1. اذا احنا مشاهدينا الاعزاء كان وقت المنتصف راح تنتهي النادي السجل مع نادي كتابي البطوله. اذا شوف مره الان الى محمود الصوري يلعبها، وشوفها مره ثانيه لمحمود على طول يسجلها بنقطتين، اذا نقطتين لصالح نادي ندوة العماني واول تعادل الاولى. شوفها مره ثانيه اللاعب رقم 10 بحاول يدخل بيان، ولكن في خطا واضح على اللاعب احمد خميس لاعب نادي في بدايه المباراه ومنتصف الفتره الاولى مثل لعب البيان لاعب نادي ندوة العماني. الان قدم ايضا لندوة العماني 10 نقاط بقمة 9 نقاط الفارق نقطه، ولكن انا ما اتفق على طلب مدرب نادي ندوة العماني الكابتن محمد حمد الصيني والكره، ولكن الحياه لصالح نادي ندوة العماني. ترجع الكرة مرة ثانية لصالح ديان مازيفيتش، محاولة للدخول مالكم مالك، ولكن تنقطع ياخذها على طول لاعب نادي ندوة العماني، وابتدع الهدف ديان مازيفيتش ايضا بشكل سليم وقريب اللاعب نادي الوطن فيصل محمد الدوز، وتعود مرة ثانية لصالح نادي ندوة العماني 30-31 الفارق 5 نقاط، اخر 5 دقائق و40 ثانية تقسم هنا على نهاية الفترة الثانية من الشوط الأول، والثلاثية في الجانب الآخر ثلاثية على طوليان وخطأ على اللاعب رقم 8، خطأ على فيصل محمد الدان، خطأ واضح، خطأ على فيصل محمد الدان. شوفوا مرة غيبيان مانجوفيتش والمحاولة الأولى، محاولة غير ناجحة، المحاولة الأولى محاولة غير ناجحة، خطأ على فيصل محمد الدال. شوفه مرة ثانية بيان حاول يدخل وخطأ على فيصل محمد الدال لاعب نادي الوطن الإمارات، ومحاولة كريم في حركة من عدد أخطاء الفريقين أكثر من 4 أخطاء. نادي الوطن الإمارات مقابل 42 نقطة لنادي ندوة العماني، وتقدم لنادي وسعد الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني امين عام اللجنه الاولمبيه القطريه رئيس الاتحاد القطري حتى الان في استمراريه في تجهيز البرج الخاص في الملعب في الصاله. طبعا لازم تدخل في البرج الايمن او الايسر للدفاع والثبات على ارض الملعب وسلامه اللاعبين. نستمتع وياكم بلقطات جديدة هنا على قناة الدوري والكأس لملخص الفترة الثانية وبعض الأخطاء الواضحة، يعني اللاعب لو يشوف أخطاء اللي تلعب بالحركة البطيئة أعتقد ما بيعترض في الملعب.